Conseil KFM. الإذاعة الأولى في تونس. ولد 10 أيام المطلب الثالث أنه لازم حالوا بشكل امتحانات الماكسيموم على الحضور. والمطلب الرابع أنه ألغينا الإليميناسيون. هذوما الكل ممثلين طلبة بتاعكم الكل بتاعهم. ولذا امتحانات هي تلقت الدورة تلقت الدورة. تفضلوا اللي يحب يدخل يتفضل يدخل. راه ما ثم حتى حاجة تتعاون. وانتم في بالكم باللي وقع في البارسيال الأولاني. راهو اللي يحب يدخل يتفضل هذا استحقاق بالنسبة ليكم. اللي ما يحبش هو حر. ست الامتحانات 8:30 راهو الباب يتسكر. على كلمة واحدة نظام الحل السور نظام الحل السور أبينا يجتمع وفينا محرور نظام الحل السور نظام الحل اما زملائي راهي ماهيشي حركه باهيه ما تجيش مش معقوله لانه يعني نعتبروها في المنطقه بالمنطق الهرس هي باهي برشا بعد اللي كانت تفروا احنا يا سيدي كانت تفروا بعد انت مستعطف الامتحانات 90% منها على الحضوري ثلاثة أنا عملنا ريبارتيسيون تعطيو ولا ما عندكش ما فكرش 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 واختياري اللي يحب يدخل يعدي اللي ما يحبش ما يدخلش ما يمنعك حتى واحد وما يلزمك حتى واحد اما راك راسك ماكش كراش راك تعرف اش تعمل راهو صحابكم من بعد تاع البرسلوناني جاو قالوا راهم غروا بينا يعني ردوا بالكم نجح بالرشاد نجح بالرشاد نجح بالرشاد نجح بالرشاد نجح بالرشاد هذا اللي هذا رميز قطعنا وخذينا تفر ونجحنا بالرشا ولذا راه كل واحد يعرف شو يعمل راكم راجلين وراي الامتحانات عندكم 10 ايام عام كامل تقرا جمعه بجمعه يعني بالليل حب نقول للزملاء كلمة راهي في الفاكيت الكل صارت عملية تمديد المراجعة في الفاكيت الكل كان في الفاك هذه ديما كلمتنا ماهيش مسموعة وديما نحن آخر عباد كان في الفاك هذيا راهي كان في الفاك هذيا كل مرة في حياتك صعب نكتب